الي، مين هيقول لي يعني ايه واتبع سبيل من اناب الي؟ هيا رزين، يعني ايه واتبع سبيل من اناب الي؟ نمشي ورا سيدنا محمد. نمشي ورا سيدنا محمد، شاطره جدا. ومين كمان ممكن نقلده؟ ربنا. ممكن نقلد مين؟ ربنا. لا، هو احنا شايفين ربنا عشان نقلده؟ لا. صاحبنا مين؟ انهي واحد اللي نقلده؟ ربنا. اللي بيعمل حاجات حلوه اللي زي اللي ربنا علمها لنا، وزي اللي سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كان بيعملها لنا. طب ينفع نقلد اي حد تاني؟ لا، ما نقلدش. ما ينفعش نقلد اي حد تاني، صح؟ لا. ينفع نقلد حد بيعمل حاجه وحشه؟ لا. او بيزعل الميس في الحصه؟ لا. او بيزعل مامي في البيت؟ لا. ينفع نقلده؟ او بيزعل بابي في البيت؟ لا، ما ينفعش نقلده، صح؟ نقلد مين؟ اللي بيعمل حاجات حلوه بس، صح؟ واللي بيعبد ربنا، اللي بيسمع كلام سيدنا محمد، صح. طب نختار صحابنا يكونوا ايه يا رزين؟ مسلمين. مسلمين وايه؟ طيبين. طيبين واخلاقهم حلوه، وبيعملوا زي سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، وبيعملوا حاجات حلوة عشان نتعلم منهم، صح؟ وبيفرحونا. شاطر يا حمود.